نعم، بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، ضيف هذا البرنامج الدائم. حياكم الله الله شيخ، مرحبا يحييكم بكم. ويبارك فيكم. الله مرحبا يبارك أخي فيكم، حبيب، حياكم حياكم الله. الله. أحب أيها الأحبة في بداية هذه الحلقة أن أشكر الإخوة والأخوات الذين يشاركوننا في التفاعل في منتدى البرنامج الذي في ضمن موقع اسلام اكاديمي دوت نت، فشكرا جزيلا لهم على تفاعلهم وعلى ما يقدمون من اقتراحات لفريق عمل هذا البرنامج. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن جملة من النصائح والتوجيهات التي يقدمها الإمام الشاطبي رحمه الله لطالب العلم الشريف ولطالب القراءات على وجه الخصوص، وما زلنا ضمن هذه التوجيهات والنصائح منه رحمه الله تعالى. ونقرأ كما هي عادتنا في هذا البرنامج، نقرأ الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. أعيد القراءة مرة أخرى: وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. تفضل يا شيخ، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أثني أخي أحمد على ما تفضلت به في بداية الحلقة من الشكر الحقيقة للإخوة الذين يسدون النصائح ويقدمون يعني تفاعلهم. أن الإنسان عندما يشعر أن إخوانه وأخواته يتفاعلون معه في البرنامج، لا شك أن هذا يثلج صدره ويجعل الإنسان يشعر بأن لهذا العلم الذي يقدم فائدة ومتابعين. ومن هنا فالحقيقة بالإضافة إلى أن هذا البرنامج على القناة الفضائية العلمية، فهو أيضا على الموقع، موقع الإنترنت، لمن لا يستطيع أن يكون يعني عنده هذه القناة. بعض الأخوة يشكو حقيقة والأخوات أنه يعني هذه مشفرة، كيف نتابع هذا البرنامج ونحن لا، هي القناة الآن مفتوحة القناة، ولكن على عرب سات أيضا ممكن لو توبي. تذكر نعم، على الإخوة عرب سات توبي يعني الآن تبث على العرب سات اي نعم توبي، دون ممكن تشفير، دون غير تشفير، مشفر. وهذا نعم هذه بشرة طيبة جدا نعم أيضا، يعني ممكن إنسان الإخوة يعني يتلقون هذه القناة بما فيها من خير وعلم وفير حول هذا الموضوع. الحقيقة البيت الذي أو الأبيات التي تفضلتم بقراءتها هي متابعة لما قلناه في الحلقة الماضية في مسألة النصائح والتوجيهات لهذا القارئ المقرئ. وعش سالما صدرا، أي عندما تعيش تكون سليم الصدر، ولذلك سالما صدرا طبعا حال، يعني كن في حياتك سليم الصدر، ولذلك ويستشهد بذلك في قول الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة الصدر يكون الإنسان سليم الصدر، سليم الصدر من الضغائن، من الحقد، من كل ما يؤذي نفسه وغيره من إخوانه. فهو يطلب من قارئ القرآن أن يكون سليم الصدر لإخوانه، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. ولذلك نتأمل أيضا قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن غيبة فغب، لا تحضر مجالس الغيبة. ولاحظ أنه هنا يعني أكد على هذا الخلق الذميم تحديدا، ما أعطانا الأخلاق الذميمة كاملة ولكن عن غيبة، لأنه سبحان الله العظيم مسألة مجالس الغيبة مجالس شؤم،
والغيبة طبعا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان ما نقوله فيه؟ قال إن كان ما تقوله فيه فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه، بهتان. فهو يقول عن غيبة فغب، وهذا أيضا فيها الجناس، غيبة غب. ولم يقل لا تغتب أحدا، قال فغب. فغب يعني لا تكن حاضرا حتى في المجالس، حتى لو أنك لم تتكلم، أن تصون سمعك كما تصون كما لسانك, تصون لسانك. والغيبة هي مجلس الغيبة اللي هو الغيبة التي يكون فيها ذكر الأخ بما يكره. فغب من الغيبة، قالوا مش ليس من الغيبة، فغب من الغيبة، والغيبة هي عدم الحضور. عدم الحضور، الغيبة هي ما ذكرناه، والغيبة عدم الحضور. فغب يعني من الغيبة، يعني لا تحضر مجالسهم. تكون النتيجة تحضر، لذلك جزمت بجواب الطلب، وعن غيبة فغب تحضر بالجزم حضار القدس، أي تكون حاضرا في حضار القدس. وهنا طبعا كناية عن الجنة، والمقام مقام الجنة لا يكون فيه إلا من، ولذلك الآية كما ذكرتها لك، إلا من أتى الله بقلب سليم. حضار القدس، وفرق بين تحضر وحضار بالضاد والظاء، وهي جناس ناقص كما يقولون، لكنها فيها تحضر من الحضور وحضار من الحظيرة. والحظيرة هي ذلك المكان الذي يحظر فيه دخول من لا نريده أن يدخل، ثم حظير من الحظر، والحظر المنع، وهي تلك ذلك السور الذي تسور به أماكن الدواب في الأصل، كانت هذه أصل استخدامها لتمنعهم وتقيهم من الحر والقر كما يقولون، وتقيهم من الهوام من المفترسات، تمنع، فهو السور. ولذلك في الآية القرآنية في سورة القمر، كهشيم المحتضر، المحتضر كهشيم، الهشيم اللي هو الأعواد اليابسة المتكسرة التي تكون في الحظيرة، فقال المحتضر ولم يقل المحتضر. المحتضر هناك الذي تحضره الوفاة، بينما المحتضر هو الذي صنع لدوابه وهوامه حظيرة. هنا تحضر أي تكون حاضرا في حضار القدس، وهي مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. أنقى مغسلة، نقيا طاهرا نقيا، لأنك عندما، الحقيقة هذه أيضا نقطة مهمة جدا نأخذها من هذا البيت، أن المعاصي تفسد الروح وتؤذي الروح، وتكون للروح كالأذى للجسد. يعني الآن عندنا مثلا كل ما من شأنه أن يؤذي الإنسان بجسده من الأوساخ والقاذورات يبتعد عنه، وإذا وقع يغسله بالماء. هنا الروح لها ما يؤذيها، وغسيلها ليس بالماء، وإنما هو بالاجتناب، ثم بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نبه إلى ذلك وقال تحضر حضار القدس أنقى مغسلة، يعني تكون نقيا، وإن أصابك شيء من هذه الابتلاءات فاغسله بالابتعاد، واغسله بالتوبة، واغسله بالاستغفار والإنابة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لا يليق بمن حمل القرآن في صدره أن يحمل في صدره أيضا إلى جانب القرآن الحقد والغل، كما لا يليق بمن لا يجتمعان يا شيخ، كما لا يليق بمن جرى القرآن على لسانه أن يجري على لسانه الغيبة أو النميمة. أو هذا حق من آفات يعني اللسان. ولذلك هي فعلا قضية الضاد، والأضداد لا تجتمع، ضدان لا يجتمعان في ولذلك اثنان لا يجتمعان في قلب المؤمن، حب الدنيا وحب الآخرة. من أحب الآخرة كره الدنيا، من أحب الدنيا وأقبل عليها بكليته نسي الآخرة. لكن ساعة وساعة. البيت الذي يلي، هذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ونقول دائما دائما يضمن أبياته التضمين، هذا يضمن أبياته شيء من الآيات القرآنية، يستشهد بالآيات أو بالأحاديث النبوية الشريفة. فلذلك يقول هذا زمان الصبر، هذا يستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس زمان الصبر، أو الصابر فيه كالقابض على الجمر، أو القابض على دينه كالقابض على الجمر. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام،
الصابر فيهم على دينه، وفي رواية القابض على دينه كالقابض على الجمر كما هي. والإمام الشاطبي يتحدث عن ما قبل 900 عام تقريبا، فكيف لو عاش بزماننا هذا ورأى ما يحدث فيه؟ والله يا أخي صحيح، هذه حقيقة. ونقول هذا الزمان يشير لزمانه، فما بالك ونحن في زمان أنتم الإخوة المشاهدون أدرى بما فيه. هذا زمان الصبر، ولذلك الصبر هو عدة الإنسان وعدة الإنسان المؤمن. الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. من لك، وهنا طبعا لما يقول من لك كأنه يقول يعني أن هذا الزمان زمان الصبر، من يا ترى من الذين يكونون كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقبضون ويحرصون على أن يقبضوا على دينهم ولو أن ذلك كان كمن يقبض على الجمر؟ من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء؟ هي دعوة من الإمام الشاطبي لنا جميعا أن يكون الإنسان منا صابرا ولو في كراهة، أن الصبر أحيانا النفس تميل وتتمنى الإنسان يصبر. ولذلك قال العلماء الصبر إما أن يكون صبر على المصيبة، وإما أن يكون صبر على الطاعة، وإما أن يكون صبر عن المعصية. عن المعصية. فلذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك فتنجو من البلاء، والبلاء يعني الابتلاء، سواء كان الحقيقة بلاء دنيا وأخروي، لكن بعض الشراح يعتبرون أنه فتنجو من البلاء الأخروي، كما عند فضيلة الشيخ القاضي يقول هو البلاء الأخروي، لكن الحقيقة البلاء عام، لأن البلاء الدنيوي ينزل بالمؤمن كلما أحبه الله ابتلاه أكثر. لكن أيضا لذلك يعني الفتنة ابتلاء يا شيخ أحمد. نعم. الفتن ابتلاء، والإنسان ينجو من الفتن بالصبر، إذا الصبر ينجيه من فتنة الدنيا. نعم. ومن بلاء الآخرة بلا شك في هذا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. هنا يشير ويلمح لنا بشيء أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يبكي من خشية الله، وأن يبكي من خوفه من الله سبحانه وتعالى. قل ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها، والتوكف طبعا هنا المقصود به اللي هو الهطول، غزارة المطر وسهوط بالهطل، الهطل اللي هو الغزارة. لتوكفت سحائبها، وهنا طبعا أيضا فيه نوع من الاستعارات، استعارة ما في السحاب، السحاب اللي هو الغيوم وما في ما ينزل فيها من الأمطار، فشبه العين بها من شدة ما ينزل فيها من دمع غزير مدرار بالدمع ديما وهطلا. ديما من الديمومة استدامة هذا الأمر، وهطلا بشكل غزير وكثيف. فهي دعوة من الإمام أن يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إذن هو البكاء من خشية الله، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، أي لكن قحط العين أي عدم هطول، عدم هطول الدمع منها، هذا سماه قحط. كما أن الماء الأرض السماء إذا حبست ماءها عن الأرض ولم ينزل قحطت الأرض، فيقول هنا ولكنها عن قسوة القلب قحطها، قحط العين وعدم بكاء الإنسان من خشية الله سببه قسوة القلب، ولكنها عن قسوة القلب يعني بسبب قسوة القلب قحطت العين فلم تدمع. فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا، يعني يتأسف هنا أنه إذا بقي الإنسان على هذه الحالة ضاع عمره سبهللا. والسبهللا قال العلماء الفارغ الذي لا شيء فيه، ولذلك الإنسان الذي قال مضى عمره سبهللا ليس له فيه عمل وليس له ليس هدف، هدف عشوائي، ليس له غاية عشوائية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فالعبثية والسبهللة هي التي تكون بدون قصد أو بدون هدف صحيح صادق يسعى إليه الإنسان. فيا ضيعة الأعمار إن كانت تمضي على هذا على هذه الشاكلة، يقول إذا مضت أعمارنا دون بكاء من خشية الله، استمرت القلوب بالقسوة والعيون بالقحط، فعندئذ ستكون الأعمار مضت هكذا ومشت سبهللة فارغة ليس فيها شيء، وكأنها إشارة يقول كن مع الله
في خلواتك وفي جلواتك. وهذه نقطة، إنه في خلواتك لا تحضر مجالس الغيبة، وفي خلواتك ابكي من خشية الله. فليكن لك حضور مع الله مع الناس في مجالس الناس العامة الخاصة، وليكن حضورك مع الله في مجالسك الخاصة ومجالسك التي تكون فيها مع الله، حتى تكون مع الله في كل كأنك حال. تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، وتابع قراءة الأبيات. نسأل الله أن يوفقنا. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده، يعني البيت يعطينا نفسه بنفسه، بنفسي أفدي بنفسي، كأنه قدم نفسه الشاطبي رحمه الله فداء لمن كانت هذه حاله، لمن استهدى إلى الله وحده. وهنا طبعا إلى الله وحده لا شريك له، يعني لم يكن له مع الله شريكا. نعم، مو وحده يعني السائر، هذا حال أو حال من الله عز وجل. نعم، ما في شك في ذلك. بنفسي من استهدى إلى الله وحده، يعني كأنه يقول اجعل الله عز وجل همك واطلب هداية الله سبحانه وتعالى. من استهدى، لأن استهدى فيها الطلب، من استهدى إلى الله وحده طلب الهداية وكان طريقه طريق الهداية، فهذا يعني يستحق أن يفدى، يفدى بالنفس والنفيس. فقال بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. ما معنى هذا يا شيخ أحمد؟ الله، جميل، معنى يعني رائع جدا، يعني معاني عجيبة جدا. يا أحيانا نسأل الله أحيانا أن يوفقنا، إذا شرحناها أنقصنا من بلاغتها. والله يا أخي أحيانا أتركها كما هي. نعم، وكان له القرآن شربا ومغسلا. يا سادة، يعني الماء، ما فائدة الماء للإنسان؟ إما أن يشرب وإما أن يغسل. فهو يقول لك القرآن لك في جميع أحوالك، إما أن تشرب منه فترتوي، وإما أن تغسل عنه عنك أدرانك به. ولا تستطيع أن تعيش بدونه. كالماء. وكان له القرآن شربا يشرب ويرتوي منه، ومغسلا يزيل عنه أدرانه، فهو مأدبة الله، وهو مأدبة الله. يأكل منه ويشرب ويتأدب ويأخذ منه حاجاته كلها. نسأل الله أن يجعل حالنا مع القرآن كتلكم الحالة. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. طابت عليه أرضه، الأرض التي يعيش فيها تطيب به. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، هذا معنى من المعاني، إنه الأرض التي يكون بها صاحب القرآن حقيقة تكون فيها البركة والخير والنماء. أو قالوا هنا عبر بالأرض وأراد بها أهلها، أراد بالأرض أهلها. وطابت عليه أرضه، يعني أهل الأرض طابوا به وأحبوا مجلسه وأحبوا مكانه، لأن وأحبوا مجالسته. تطيب بمن فيها، تطيب الأرض بمن فيها. نعم، فتفتقت بكل عبير، كأنما يعني قال لما نزل هذه الأرض فاحت عبيرا ومسكا و رائحة زكية، فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. والمخضل طبعا هنا المقصود بالخضل البلل، تخضلت لحيته مثلا من الدموع من البكاء. ولذلك فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، يعني أصبح الأرض هذه مخضلة مخضرة بهذا، بحافظ القرآن، بحامل القرآن، ففاحت هذه الروائح الزكية ببركة قرآنه الذي في صدره. فلذلك حامل القرآن الكريم لا يأتي منه إلا كل خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كجراب المسك، كجراب ملئ مسكا،
ماذا عساكم أن تشموا منه إلا رائحة المسك الزكية، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا كان حامل القرآن في قلبه في صدره القرآن فماذا سيكون منه كمثل إلا الخير. الأترجة كمثل الأترجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى له والشوق يبعث همه يهنئه له. يدخل من كانت هذه حاله طوبى. والعلماء يقولون في مسألة طوبى أول شيء هي تهنئة، هي تهنئة العيش الرغيد الناعم الهاني الهدي الهني له. وبعضهم قال طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب المضمر السريع في ظلها 1000 عام لا يقطعها، وفي رواية 70 عام لو كانت عام واحد تكون. فسواء كان هذه أو تلك فهي المنزلة العالية الرفيعة التي تكون له. فطوبى له والشوق يبعث همه. الآن ما الذي يجعل الإنسان ذا همة؟ اشتياقه إلى الهدف الذي يسعى إليه. الهدف. فإذا كان هدفه الله، وإذا كان هدفه الجنة، سعى إلى هذا الهدف بهمة عالية وقاده الشوق. لذلك والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلة. الزند هو ذلكم الحجر الذي يوقد النار، يوقد الشرارة الأولى، الشرارة الأولى التي وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلة. يعني كأنما يقول يأسى على ما فاته. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يوم القيامة يغدو فيه أسى. المؤمن يأسى على أو يأسف على لحظة مرت به دون أن يذكر الله، لما يجد لذكر الله من الخير العظيم. والكافر يطول أسفه على حياته التي مضت فيه سبهللة. فلذلك وزند الأسى، يعني الزند الذي يقدح به النار، والأسى التأسف على أي لحظة مرت به دون أن يذكر الله عز وجل فيه أو يستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا كله يهتاج في القلب مشعلة، كأنما اشتعلت نار الشوق ونار المحبة ونار الإقبال على الله سبحانه وتعالى في قلبه، فزادت في همته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. والشوق يبعث همه، كأنه يشير أنه ليس سوى الشوق ما يبعث همك، ليس طلب السمعة أو طلب الرياء هو الذي يبعث هم صاحب القرآن. يا سيدي هذه حقيقة. الآن الناس متى يؤجر الإنسان على عمله؟ إذا كان العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالشوق هنا إلى لقاء الله، يبعث همه الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى ما عند الله من الخير، الشوق إلى ما عند الله من مما أعد الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رؤية الله عز وجل، جنة الله، لقاء الله، يعني أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. هذا زاد في همه وزاد في همته سبحان الله. وهذه الهمة العالية عندما لا تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه، لأن ما تصبو إليه عال جدا، فلا تستطيع أن تصل، لكأنه يشتعل في قلبه نار من الأسى الهدف العالي يحتاج إلى همة عالية، والهدف الغالي يحتاج إلى همة عالية، فلا يوصل إليه بهمة ضعيفة هزيلة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه ما في بعد هذا الهدف ولا هذه الغاية غاية. من كان همه الله سبحانه وتعالى أزال الله همه في الدنيا وجمع الله شمله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله جمعه وجعل فقره بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الهم نجعل همنا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في حياتنا وفي عمرنا على قدر أهل العزم تأتي العزاء. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خير. نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة شرح باقي الأبيات من خطبة هذه المنظومة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيا.
إياه بجوازه وإن كان سيفا غير خافي مزللا. فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بهواك.